سنين ومعاناة السوريين عم تكبر، اللي كان حلمهم الكرامة والحرية والتعبير ولكن أصبح لكابوس. صار النزوح والقتل والتهجير والمخيمات جزء من مصطلحاتهم اليومية. الأطفال محرمت من التعليم ومن حقوقهم، النساء كانت الضحية الأكبر في ظل الحرب. أصبح المدنيين حياتهم رعب وخوف من القصف والغارات الجوية. بهاي الظروف الصعبة الناس كانت بحاجة لمين يساندها ويوقف معها وينقذها ويزيل الركام عن أنفاسها. صعوبة واقع الحرب ما منعتنا بالوقوف إلى جانب مجتمعاتنا وأهالينا ومساندتهم رغم الظروف الصعبة بالإنقاذ والإطفاء والإسعاف. تمكننا من خلال عملنا لحد الآن بإنقاذ 127 ألف إنسان خلف خطوط الحرب. حاولنا نساعد على الاستقرار وندعم عمليات التعليم. كنا بالخط الأمامي لمكافحة الأوبئة وخاصة في ظل كورونا. كمتطوعات خوذ بيضاء ما استسلمنا للظروف وحققنا فارق بالاستجابة ومساعدة المدنيين. مؤمنين بدورنا، مؤمنين بقدراتنا على دعم مجتمعاتنا لتحقيق الاستقرار.